الله. يا في شيخ مسألة أن الغرب يدعون إلى السلام ونحن ندعو إلى الدم، تقييم المعركة لا يقيم بهذه نعم الصورة، شيخ، لقد نرى رأينا يجب أن مباركة ننظر القساوسة ونعتني فيها. من هو لبوتين اللي يعني. معاه ناس تقتل على طريق داعش في نعم الشارع وأمام المساجد ومطلوب للمحكمة الجنايات الدولية وما زال يقاتل مع حفتر؟ نعم من هو المعتدي حتى بالقوانين الدولية التي نذكرها استشهاداً اعتضادا، يعني ليس نعم شيخنا، كدليل مستقل، نحن ننطلق من مبادئ ديننا. نعم نعم ديننا يدعو الى السلام ويدعو الى الصلح، لكن ليس مع المعتدي. نعم ديننا ليس فيه يعني من ضربك على خدك الايمن فادر له الايسر، ومن صحيح نبش قبور بنغازي افتح له مقابر طرابلس حتى ينبشها، ومن دمر بنغازي ودرنا واجداب يفتح له المدن الغربية حتى يخالف. يعني نعم يخططها على نفس التخطيط. شيخنا يعني هل تسمعني؟ هذا ليس عندنا في ديننا، ربما في أديان أخرى نعم محرفة ربما، لكن نعم في ديننا هذا ليس موجود. نعم نعم اللي يحترمك ولا يعتدي عليك، نعم تتعاون معه على الخير والتقوى، على البر والتقوى، حتى لو لم يكن مسلما تتعاون معه على الخير، على الدفاع عن المظلوم، على إقامة العدل. نعم، لكن اللي بيمد يده نعم بالاعتداء على حرماتك وعلى بيتك وعلى عرضك وعلى مدنك، لا، ما فيش عندنا احنا. نعم شيخنا فمن اعتدى صحيح. عليكم فاعتد عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا ربي قال في القرآن، ما قالش سامي الساعدي ولا عبد الباسط، ولا نعم